عندك أزمة اقتصادية خانقة. خلي بالك الأزمة الاقتصادية دي ممكن بقى بتعمل بقى ايه انتفاضة الناس. يا فخري مالك زعلان ليه يا فخري؟ بص في الأرض ليه يا ابني؟ ارفع راسك فوق كده، بص في الأرض برضه تاني، ارفع راسك فوق، انت مصري يا فخري. زعلان ولا ايه؟ ليك حق تزعل والله. 26 سنة ولسه ما عنديش سي في، كل طريق بمشي فيه أنا اللي ببتدي، والظروف تنهي وعمري في يوم ما ندمت عليه. عادي جدا عادي جدا، 26 سنة ولسه ما عندي سي في، كل طريق بمشي فيه أنا اللي ببتدي، والظروف تنهي وعمري في يوم ما ندمت عليه. عمري في يوم ما ندمت عليه. عادي جدا، أنا جيل اللي شاف الحشيش بيغلى والإنسان بيرخص، فمرشي وقف ضرب حتى والأدم بيدا. أنا من جيل الأصول الثابتة، أنا آخر جيل ما خدش ثابتة، أنا مش من جيل الناس الثابتة، لأ أنا عمري ما كنت كنبة. أنا من جيل الفكرة اللي مبقاش واثق في بكرة، اللي حاول يلاقي الفرصة وأنت لسه ماشي جنب الحيط زي ما انت. انا من جيل الثورة اللي حاول يخليك بني ادم وقلت له حق حمرا. انا والجيل يقول يا اسطى، انا جيل اللي رفض الواسطة، انا جيل النايتي اللي بسببكو كيره نفسه اصلا، جيلكم كان وبصرة، انا جيلي ماب من الحسرة علمته في الماتش اسرة، جيل الضحك والتهييس، انا اول جيل يشير رئيس، انا جيلي عاش مظلوم ولما مات مات غريب، مات غريب، انا جيلي عاش مظلوم ولما مات مات غريب، مات غريب. 26 سنة ولسه ما عندي سي في، كل طريق بمشي فيه انا اللي ببتدي، والظروف تنهي وعمري في يوم ما ندمت عليه. عادي جدا عادي جدا، 26 سنة ولسه ما عندي سي في، كل طريق بمشي فيه انا اللي ببتدي، والظروف تنهي وعمري في يوم ما ندمت عليه. عادي جدا عمري في يوم ما ندمت عليه. يا فخري انت لسه زعلان برضو؟ كلام ما جابش اي نتيجة معاك خالص؟ طبعا هسيبك وهم بقى عشان واضح ان الكلام ما جاب اي نتيجة معاك.